说话。صمام الامان انفجر. يا شو؟ صمامه مو صمامك. يا هذا انت؟ يي شو عم تعملي هون؟ جاي اشرب فنجان القهوه مع زوجي. بس انا شربان قهوتي. وين؟ مو ضروري تعرفي. سر؟ لا مو سر، بس يعني ما بكفي انه حضرتك امبارح سكرت لي الباب بخلقتي ونيمتيني برات البيت. ليش ما قال لك ابوك انه انفتح الباب؟ قومي عن كرسيي. ليش بقى؟ خلص قومي. طيب قوم. بتزاول لحدا يقعد عليه، قومي. لا تتزاول. شري فقعوه. انا ما شفته لابي. على كل إن انا جاي لعندك مشان اقول لك انه امبارح ظلمتك وجاي اتاكد. من شو بدك تاكدي؟ انت مو قلت لي انه رفيقك جاب لي هديه؟ بلا. شو هي؟ قنينة ريحة. وينها؟ تحت بالسيارة. ايه معناتها لازم تشكروا لرفيقك، ما بيصير هيك لازم تشكروا. يعني لازم ومو لازم، لأني أنا تشكرته عنك. حتى لو كان ما بيصير لازم أنا أتشكره بنفسي، شو رقمه؟ ثلاث ستات، ستتين ستة وستة. كمان ثلاث ستات وستتين وستة؟ لهون الستات لاحقيني يعني؟ بايخة. خذ صبي عليه بعدين خليني أحكي أنا معه وتشكره. بعدي هيك. ألو. مرحبا بسمراء. يا لحتاوة بلهنيك. ايه خلص لا تنزعج مني، بعرف فياتك بكير، بس شو بدي ساوي اخ. لا والله بس في مرتي هنا بدها تتشكرك على الهدية. الو مرحبا استاذ سمير. انا حابة اتشكرك كتير على الهدية. حلوة وبس ريحتها بتجنن، بس تعرف عدباني عليك لانك ما جيت شربت فنجان قهوة بعد ما خلصتوا عشاء. ليش لأي ساعة ضليتو؟ لأنه لما رجع جميل كنت نايمة ما شفته. 12 ونص؟ با رجعتوا على بكير. ايه معك حق، خيرة بغيرها، بكرة بس يرجع جميل من حمص بطبخ لك كبة بلبنية اللي بتحبها. ايه تكرم عينك، لحظة شوي، بدي احكي معك. ايه بسمرة. ايه رايح على حمص. لا عندي مهمة. خلص بنسهر سوا بس ارجع ان شاء الله. الله يعطيك العافية، لا تواخذني فيأت. اخي تواب لهنيك. ايه الله معك، مع السلامة. انا اسفة. على شو؟ خلاص قلت لك اسفة. معقول لك انه معقول تشكي فيه وتغاري عليه لدرجة انه سمير تساوي سهير؟ بعدين انا وعدتك امبارح ارجع الساعة 10 على البيت، شو فيها زعتها؟ ليه عم تبوسي هيك؟ بتعرف احكي؟ طيب شو فيها زعت مع رفقاتي وتأخرنا شوي يعني؟ بتقفلي الباب من جوا؟ بتنيميني برات البيت؟ خلص جميل شبك؟ قلت لك انا اسفه. وبعدين انت متى ما كنت تقول لي انه بدك يعني غار عليك واهتم فيك؟ هاي عم غار عليك وعم بهتم فيك، ليش زعلان؟ انبسط جميل شباك جميل. هو صحيح انا بنبسط لما بتساليني وين رحت وين اجيت ومع مين كنت قاعد، بس مو هيك يعني تنيميني برات البيت. خلص بقى فهمنا، قل لي هلا لشوف وين نمت امبارح؟ بالاوتيل. مع مين؟ رجعنا. اي جميل، هو سؤال واحد، سهير كانت معك؟ لك مين هي سهير؟ اطمني، ما بعرف وحده اسمها سهير، ارتحتي؟ ارتحت، معناتها انا اليوم عزمتك على الغداء. شبكي رح اقلب انا، ومنلك هالكرم الفجائي الذي هبط عليكي، طول عمرك كحتي وتقولي لي معاشي ما بيكفي. ممكن، انا هيك بحكي. ايه. افضل جمعية. يا حبيبي، معناتها بكره بتصرفيهم وبتجي بتقولي لي جميل ناولني، لازم ادفع الجمعية، ديني، وين بدي سجل لك الدينات؟ الوح البوظ. لوح البوز. سجل يا لوح البوز اذا بقي فيك محل تسجل. يا هلا بتسمعك مسكرتيره. ما في حدا عم يرد يعني؟ ما في حدا بالبيت؟ لك وين راحت؟
يا ترى شو صار بينه وبين جوزها؟ وجوخة قولي لي شو صار معي؟ كله تمام. لقت عليكي كثير، تلفنت لك 4 مرات على البيت ما لقيت حدا. يا ستي رحت لعند جميل وتاكدت انه امبارح كان سهران مع رفيقه سمير للساعة 12 ونص بالليل، ورحت صالحته وعزمته عن غدا. منيح اللي انتهت على خير. ثاني مرة بس بدك تتصرفي اي تصرف تروي. ايه رح اتروى انا. لا تكلي هم، انا تصرفت. شو عملت استاذ؟ جبته لعندي فركت له اذنه وفهمته. شو قال لك؟ قال لي خلص ما عاد ازعل، شو ما بدها تسالني وامتى ما بدها تسالني، واقتنع، اقتنع انه الزوجة لازم تدير بالها على زوجها وتهتم فيه. انت متاكد؟ من شو؟ انه اقتنع معك بهالحكي؟ طبعا متاكد. لانه مبين انه ما اقتنع. امبارح عملت مثل ما قلت لي ومثل ما نصحتني وصرت هيك ضليت على حالي وصرت اساله واهتم فيه بزياده. قام زعل مني. اي لا لا، انت بتفكرين زعاج، بس هو عمليا انبسط. شلون انبسط؟ عم اقول لك زعل مني وبرطم هيك قعد كل السهره وبطل يحاكيني. لك ما زعل، هو بجوز ظاهريا انت فكرتي زعل، بس جوانيا بيكون انبسط. حلوه جوانيا. يعني هلا شو ساوي؟ بشو؟ لك هلكتيني انت بجوزي، بشو؟ يعني اسنحه ولا ضل عم بهتم فيه؟ لك شو تسنحيه؟ مجنونه انت؟ قال اسنحه، قال كل شغلنا بيروح على الفاضي بعدين، بالعكس اذا سنحتيه بيعود بحس انك ما بتحبيه. هو قال لك انه مبسوط من جوا من غير ما يقول لي. انا رجال بعرفه، نحن كلياتنا بننبسط لما نسواننا بتسالنا وين كنتوا؟ ليش تاخرتوا؟ ومع مين قعدتوا؟ وشو اكلتوا؟ بننبسط كثير، بس ما بنفرجيهم انه انبسطنا لحتى ما يشوفوا حالهم علينا، لذلك بنخلي بسطنا جواني. حلوه جواني. خلص طالما هيك اليوم اول ما بيوصل رح اتمشوا من خوانيقه وانزل عليه بوابل من الاسئله طالما بينبسط من جوا. هلا هذا اللي طلع معك، انا قلت لي خوانيقه وابل، انا شوي شوي عليه لانه اذا عملتي هيك بينبسط كثير، وكثر البسط ما بيسوى للرجال. بعدين بينفجر، فهمتي علي؟ يلا اضوي اوان خوانيقه. قال هاي عم لك هاي، يا ريت ترد. هاي تين، وليش قالب خلقتك؟ هيك شو بدك فيني؟ ايه خود اتحلى بركي بيحلى لسانك ولي على قامتك. بيشتك وان. وشو المناسبة؟ اوه مدريد، حطيت رجلي على اول درجة من درجات الفن والشهرة. عم تحكي جد؟ طبعا عن جد، واذا مالك مصدق خلي دودة يفرشيك العقد. ها؟ لا دودة بيجي وشك يا لك على الحيط، من دودة ما في داعي. امال الفنانة امال لو سمحت. عفوا الفنانة امال، طالما حطيتي رجلك بالفن ليش ما بتتركي هالوظيفه وبتستقيلي؟ لانه الوظيفه ما بتطعمي خبز، تفرغي للفن. عم فكر بالموضوع. وبدك تطولي كثير انت عم تفكري؟ اوف شو بتكتر حكي، يا ريت تتحلى بسرعه مشان نروح ضيف الاستاذ جميل. ليش تكوان شيكمو شيكمو شيكمو. ايه معقول بدها تتفرغ وبجوز تاخذ اوسكار؟ اصلا ما حدا بياخذ الاوسكارات غير المفشكلين اللي مثل حكايتها. يا رب ياخذوه على هوليوود حتى ندفع منها. هاي هاي، اهلا بالفنانة النجمة. شو اخبارك؟ عايشة. ما عرفتيني؟ موا دغويش كومون سافا سافا بيان ميرسي فو بالي فونس. تفضلي. تكوان. شكرا مبروك، بس على شو؟ وقعت عقد تمثيل جديد مع شركة خاصة ودولية، وأنا الإمبرزاريوم تبعها. والله أنتي بتستاهلي كل خير، إن شاء الله ألف مبروك. ميرسي. جميل موجود؟ موجود، تفضلوا. ميرسي. كولونيا. هاي. أهلا وسهلا. أهلين أنسي أمال، طمنيني إن شاء الله قابلتي أبرشا. مين أبرشا؟ المخرج. قابلته وعملت تيست ونجحت ووقعت عقد كمان. ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل الحلوان أستاذ. لا الحلوان عليك. تكوان. تكوان؟ يس. شو ركضتهم معك شايف؟ نو نو، أنا دغويش من جاي. يس. تفضل أستاذ. يسلموا. شو عم اشتغل هلا يا درويش؟ أنا هلا الإمبرزاريوم تبعها. يو سبيك إنجلش؟ I speak English very well. If you don't believe me, you can ask me anything. شو موقع عقد بالقناة الثانية انت؟ ماشي، شلون رح توفي بين التمثيل والوظيفة؟ ولا يهمك استاذ، انا اتفقت مع المخرج يعمل لي تصويري كله بعد الظهر.
افترنون يعني. ياش. افتر فيه قبل ما اتغدى فيه. لطيفة الام محمود يا جميل، معقولة ما بدي انا نمشي لحتى تعرفوا وين رايحين؟ منيح اللي طلعتي لها بالكذبة هي تبع رفيقتك بدنا نشق عليها، كان دبقتنا دبق. وليش ما جبتوها معنا؟ مين هلا بده ياخذ صحن الفريكة اللي رح يضل على البيت؟ طمان ما رح نطلب الفريكة. اتركني اتركني وانا جاي على بالي الفريكة، بس انت بس منين بدي اجيب لك فريكة انا؟ مطبعو حدا بيروح بشق على مريض الساعة 3 الظهر؟ ما حدا. بعدين اللي بده يروح يشق على مريض بياخد ولدين معه؟ ما معقولة. معناتها أكيد كسبوا علي مشان ما ياخدوني معه. بس يا ترى لوين راحوا؟ الحق علي أنا كان لازم روح معهم حتى لو كان على المستشفى. لك انزل من على بوري الصبية، انزل زيل هون خليك ورا. خلصنا بقى. هيك شي غير استاذ؟ يسلموا الدياز. يلا بابا تفضلوا. يا كريتو ألف صحة. أهلين أهلين أبو سمرة. أهلين أهلين. شو شايفك هون على أساس بدك تسافر على حمص؟ هذا يا سيدي بعد ما سكرت السماعة جاني تليفون ولغوا السفرة. ها أهلا وسهلا فيك، تفضل أقعد معنا. لا معلش أنا عايزن جماعة. لا أخي تعا عود لبين ما يجوا. زحلوا بابا بعد له العمو سمين. تفضل. كيفك مدام هنا؟ الحمد لله تمام، أنت شلونك؟ والله الحمد لله. لك صحيح بدي أسألك. إيه انت امبارح نمت بالبيت. شو السؤال البايخ يعني؟ وين دينام لكان؟ لا لانه في جماعه قالوا لي انه شافوك بالاوتيل امبارح. لك صحيح الحكي؟ ايه مزبوط. لانه جميل بعد ما اجى من السهره تبعكم اجا تليفون كتير ضروري، قالوا له انه انه رئيس الوفد اللي جاي يزور المديريه تبع جميل مرض وطلبوا له الدكتور وجميل رح يستفقده. ايه مظبوط. الخطي المسكين رئيس الوفد مدري شبه لوزاته وامعائه ملتهبين والزايده الدوديه مضروبه والبنكرياس موجوع. هالشغله عم اقول لك شلون نفد ما بعرف. اخ لو هالفصل صاير مع صاحبنا الكاتب وسيم كانت مرته ما طالعته من البيت لو الزايده انفجرت. هديك عقله قليل بتغار على جوزها. ايه عن اذنكم لا تنسى موعدنا اليوم على العشاء. ماشي. لا جميل اليوم ما بتقدر، انت نسيان انه اليوم معزومين على عيد ميلاد رفيقتي. منيح اللي ذكرتيني، شلون راحت عن بالي هي. ماشي بنضحكا. عن اذنكم لاستنى جماعتي. الله معك، مع السلامه يا ابو سمرات. الله معك. مع السلامه. بابا هلا انت امبارح وين كنت نايم؟ بالاوتيل ولا عم بيت جدو؟ الماما شو سمعت عم تقول؟ عم بيت جدو. خلاص معناتها كنت نايم بالاوتيل، عم بيت جدو. ايك ولد انت هلا بلا لعيب، هلا بتبرد اللحمه. اهلا بالشباب. يا هلا بالشباب. يا هلا يا هلا. اهلين ام محمود. كيفك سليم؟ منيح. طمنوني شلونها؟ منو هي اللي رحتوا تشقوا عليها؟ منيح الحمد لله. تعالوا بدهم يعملوا لها عمليه، قامت طابت على الدواء. سليم شلون لقيتها؟ ان شاء الله طيبه. طيبه كثير، قد ما اقول لك قولي اكثر، يا ريتك كنتي معنا ودقتيها. شو هي؟ البونبوني. اني بونبوني؟ يلي ضيفونا اياها وقت اللي كنا عم نشق على رفيقتها للماما بالمستشفى. ايوه صحتين. وانا سليم انت مو اكلت بونبوني كاني انا اكلتها. على فكره ابو طارق انا قررت اعملها للعمليه. شو قلت لحالي؟ المصاري وسخ الدنيا، يا بنت الصحه اهم بكثير. منين دبرتي مصاري؟ اتصلتي بابنك اوكور فكان هي مدري شو يبعث لي؟ ايه منيح ذكرتني، هلا انا بحكي معه بيبعث لي مرضي ابني يقبرني. بس انت خذ لي موعد من المستشفى. الله يرضى عليك ابو طارق. ايه على عيني. ايه خلصنا جميلنا نفوت نرتاح. حي يا اولاد. يا ريتني رحت معهم، كنت اكلت بونبوني. بونبوني مامبو سوداني. مامبو
مين يساعدك؟ ما بتعرف. لنادي لأم محمود. تعال هون جيمي. عود لشو؟ هون. شو بدك بأم محمود؟ مشان تساعدك. ما بدي اياها تساعدني. هيك بتتعبي بحفرون؟ اطمن ما راح اتعب. احسن شيء عيط له. تعال هون جيمي. قلت لك ما بدي اياها يعني ما بدي اياها. ليش ما بدك يعني نادي لها؟ وانت ليش مصر لانه تروح لعندها؟ ما في شيء بس انا بدي راحتك يعني. مرتاحة. بفقفقوا ايديك يلا. تعود انا بيت. الو؟ 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 منو هاي؟ منو هاي؟ يلي اتصلت هلا. ما بعرف، انت اللي حكيتي معها؟ ما لحقت احكي معها، سكرت الخط بوشي لما سمعت صوتي، ما بدها تحكي معي، بدها تحكي مع جنابك. طيب طالما ما حدا رد، شو عرفك انه هاي مرة وبدها تحكي مع جنابي؟ قلبي دليلي. يسلم لي قلبك. جميل؟ يا جميل، أنا ما عم امزح. ايه طيب، حاضر، ما عاد امزح معي، خلص. خليني اعرف احفر كوسة بقى. احفري. خليني ساعدي. ما بتعرف. رح نادي لأم تحسين. ما بدي أم تحسين. سهام. ما بدي سهام. أنا. رد أنا ولا تردي أنت؟ طبعا أنا. ألو. لا حبابي هون مو تاكسي السلام، هون تاكسي الغرام. لا ببعث لك بدل السيارة سيارتين، بس قولي لي بدك مرسيدس ولا ديزطو؟ ايه رح ابعت لك احلى شوفيرية، بس اعطينا الاسم. سهيل؟ سهيل شو؟ لحظة لخليكي تحكي مع الشوفير مشان تعطيه العنوان. تفضل احكي معه. الو؟ الو؟ سكرت الخط. ليش ما حكيت معها؟ مع مين بدي احكي؟ مع حبيبة القلب سهير. هلا وحدة غلطانة بالنمرة. طالبة مكتب تاكسي وبالغلط فتحت لعنا. بتكون حبيبة قلبي، منين جبتي لي هاي؟ لا سيدي هي مو غلطانة وعرفانة لوين متصلة، بس هي طلعت بحجة التاكسي لأنه أنا طلعت لها على التليفون. قلت لك أنا رد ما رديتي. تعال هون جميل. تعال. تفضل. رد وسمعني مع مين عم تحكي. طيب. ألو؟ أهلين وردة. كيفي؟ يا ميت هلا. ايه بسيطة. مع السلامة. ومين هو وردة كمان؟ هي سكرتيرتي. يعني إذا سكرتيرتك بتشيل التكلفة بيناتكم وبتقول لها وردة حاف؟ لا خلص بكرة بقول لها وردة بخبز. جميل أنا ما عم أمزح. المفروض تقول لها آسيا وردة وهي تقول لك أستاذ جميل. يا شو عليه؟ من بكرة خلص بقول لها صباح الخير آنسة وردة، بتقول لي أهلين أستاذ جميل. ممكن أنسة وردة تناوليني البريد؟ على عيني أستاذ جميل. شكرا يا وردة على الوردة. وشو بدها منك هالوردة؟ ما سمعتي المكالمة، أما مريضة وبدها إجازة. أخطي. وليش لا تتصل لهون؟ هون بيت مو مكتب. معك حق، يحكي الواحد ضميره معك حق. خلص أنا بكرة بشق على أمها بنبهها ما تتصل فيي على البيت. نعم نعم، بدك تروح لعندها على البيت أصلا هذا اللي كان ناقصني. شبك تضايقتي؟ نسيتي لما كانت أمها لأمل مرضاني شو قلتي لي روح شق عليها وخذ لها باقة ورد؟ هديك شي وهي شي. شلون يعني ما فهمت؟ هي السكرتيرة بالذات أنا مو مرتاحت لبنو. لأنها حلوة ونغشة وظريفة وكربوشة. لك أنت من تمك كنت تقولي لي دور على سكرتيرة بهالمواصفات. جميل بترجعك حاجة تذكرني بالماضي اللي راح راح، من بكرة بتنقل وردة وبترجع أمل. ما بقدر. طبعا ما بتقدر تستغنى عن ست الحسن والجمال، اخذت لك عقلك. مو هذا السبب. لكن شو السبب؟ لانه امل اخذت استيداع من الوظيفه وبدها تشتغل ممثله مشخصاتيه يعني. ارياح، عين سكرتير بدل السكرتيره، ضروري السكرتيره يعني؟ لا معك حق، السكرتير احسن، اوجه. خاصة طلته هيك الصبح، أنعم بعدين. لشو وردة هي؟ وردتي يا وردتي تب أنتي نشوى المهجر. ليك انتزعت الحنفية. بدك تضربي، كم مرة أنا نبهت عليكي لا تعصيها كثير للحنفية بتنتزع الجلدين. انزعوا جلدتك.
هذه لابو طارق يصلح لي اياها. جميل شوف مين على الباب. ايه شو عليه؟ نشتغل عنكم نحن. وردتي يا وردتي يا محلى سكرتيرتي انتي. اهلين محمود، اهلا وسهلا، اجيتي بوقتك، تعي ساعديها لانه بحفر الكوسه. مالي فاضي هلا ساعد حدا بحفر الكوسه، بعدين بجي بحشيهم معك. ما في داعي تعذبي حالك ام محمود، انا ما بدي احشيهم اليوم، بدي احشيهم بكره. ابو طارق تعا ابن عمي ابو طارق يعني تعال صلح لي حنفيتي شنو عم تشرب. يلا تعال. جميل وين رايح؟ رايح مع بنت مع ام محمود مشان صلح لها حنفيتها لانه عم تشرب. لحالها؟ شو الحنفية بدها يعني الجيران كلهم؟ شو دخلك انت عامل صحية انت ولا شو؟ ليك الحنفية اللي بالحمام صار لها سنتين قاعدة عم تشر، هلا راح تصلح حنفيتها لأم محمود؟ روحي أم محمود هلا بحكي مع عامل الصحية وبيجي بكره لعندك ليصلحها، روحي هلا. ايه اوكي خليكي عم تحفري كوسة انت. جاجي حفري على راسي حفري، جاجي حفري على راسي حفري، شو عليك؟ اوكي لك اتركيني، فوتي قدامي، تروحي قتل، يلا. انت من اين صرت بتعرف تصلح حنفيات؟ هلا حتى اجتك النخوه؟ تكرم عينك، بكره بنصلي حنفيتنا وحنفيه ام محمود، اختي عم تشرشر. مالك علاقه بام محمود، لما بدها اي مساعده شوف لجار غيرك. لا يا هنو، شو علي اذا ساعدناها؟ مره وحدانيه وكبيره ونحن اقرب الناس لها، بنكسب ثوابها، مو هاد حكيك؟ من يوم وراح ما في روح لعند ام محمود، ما عم تعجبني حركاتها ونفسها خضرة. حركات شو؟ ما شفتها شلون عم تتغمالك وترقص لك بحواجبها وتقول لك ابن عمي؟ كم مرة أنا قايل لك من قبل إنه هالمرة نفسها خضرة وحركاتها ما بتعجبني وعلى طول بتتغمالي وبتخربط أصلاً باسمي؟ هلا حتى شفت بعيني وصدقت. شلون كنت بدك تجوزيني إياها؟ جميل حاجة بقى، خذ الكوسات والحالي على المطبخ. إيه شو عليه؟ شو هالشك اللي شكتها؟ دباجي. شري شري لقلك شري شري أوري. يا لطيف يا لطيف على هالهنا، شو قليلة خير، شو صاير لطباعة ما كانت دي، شو اللي جرى يا ترى؟ يلا مثل أفضل جرى. يا حادي يا الركبي سلم لي على خور فكاني، طول السير يا الضاني لك ما عاد فيني أقدر أمشي. ها محمود أين أنت يا محمود؟ لا رد انت. ايه برد. الو اهلين وسهلين. اهلين. ايه موجودة. ايه على عيني. تليفون اليك. مين؟ الو اهلين استاذ عدنان. ايه الحمد لله. ايمتى؟ كم يوم؟ طيب ممكن تعفيني منها استاذ عدنان لانه ابني مريض وما فيني اتركه لحاله، تطلع بدالي مها. ايه شكرا كثير استاذ عدنان، شكرا. انت شلون بتعطيني التليفون من غير ما تعرف مين عم يحكي وشو بده؟ وانا شو دخلني؟ تليفون الك. بس اللي عم يحكي رجال. وايش كان؟ انا واثق وبعرف شو عندي. معناتها ما بتغار علي. وليش لغار لك؟ انه يلي بيغار بيكون قليل عقل او على القافية. معناتها بطلت تحبني. لا تغلطي، شو عم تحكي انتي؟ انا مو بس بحبك، انا بدوب فيكي مثل الاسكاي. لا باين باين كتير، لو كنت بتحبني كنت غيرت علي. لا يا هنو، شو دخل الغيرة بالمحبة؟ شو دخلها؟ مو جنة ما كنت تقلي انه الغيرة بتدل على المحبة؟ كنت قول هيك بس بعدين فكرت بكلامك مثل لقيت حكيك أزبط، اللي بيغاروا بيكونوا قليلين عقل. تسلمي يا ابو عقل كبير. انا يا هنو ما بغار عليك مو لاني ما بحبك لا سمح الله، اعوذ بالله، انا بعرف شو عندي. انا ما بغار عليك لاني ما بشك ابدا باخلاقك. هلا انت ما بتحبيني؟ بحبك. طيب معقوله لا سمح الله تلعب عينك على واحد غيري؟ لا خلص ليش عم تغار. بس ما كانت هي ارائك. هلا يميني من ارائي شو كانت وشو صارت. المهم فهميني، ليش رفضتي المهمة اللي كلفك فيها الأستاذ عدنان؟ وانت شو عرفك؟ ما كنت واقف جنبك عم بسمع. ايوة جميل، ايوة حبيبي، بان على حقيقتك، قول انه بدك يعني يطلع لي يومين ثلاثة مشان يفضل لك الجو وتستحى وتمرع، بس انا
بجد. قلت لك هنا قليلة خير ما صدقتيني، كنت تدافعي عنها. مظبوط، كنت مغشوشة فيها. عم فكر لك أنت حسين، أخ الميت ألف اللي أخذتها مني أخذتها هيك أنص غصب عني. أنا ميت ألف؟ مين قال ميت ألف؟ مين قال ميت ألف؟ أنا قلت ميت ألف. منين بتسمعي أنتي أنت حسين؟ اللي إجت بدها تتدينا. قال شو؟ مشان تخدمني وتساوي لي البيت وتنظف لي إياه وتحوس فيي. له يا أم محمود له، ليش أنا وين رحت؟ أنا بحوس فيكي وبشتغل لك طول النهار، بس أنتي دينيني 50,000 يعمل فيهم أبو تحسين بسطة صغيرة، منيحة. من عيوني كان يا أم تحسين، على عيني وراسي، بس أنتي بتعرفي إنه المصاري كلياتها بخور فكان، عند ابني بخور فكان، يلي جنب الفجيرة، يلي قبلها كلبة بعدها دبا. دبا، مو دبا يعني، دبا ادبقى. كلبة، كلبائي، تحت نقطة. لكن شلون دينتي هنا؟ أنا ما قلت دينتها، قلت إجت بدها تتدين. أم تحسين لا تسمعي غلط، في فرق. يعني ما عطيتي إياه؟ منين بدي أعطيه؟ ما قلت لك المصاري عند ابني بخور فكان، اللي ساكن فوق الفرن بدندل السلة، بيبعتوا له الخبزات. أم محمود، الله يخلي لك ابنك ويرزقه، ويرجع لك إياه بالسلامة من خور فكان. بلكي وقت اللي بدك تحاكيه مشان مصاري العملية، بتقلي له يبعت لك شوي زيادة. أبو تحسين اقتنع هلأ يفتح بسطة صغيرة قدام البناية وما بيلزمه أكتر من 50,000. تقبري عيوني يا أم محمود، ما قلنا غيرك، وشو ما بدك مني أنا جاهزة، بطبخ لك وبمسح لك وبرقص لك. شوفي رقصي أحلى. بحاول تكرم عينك، قومي لك على ننظف البيت أنا وياكي سوا. لا خليكي أنت مرتاحة، أنا بنظف البيت لوحدي. لا ما حلوة. ما في شيء أم محمود، نحن أخوات، أنت مريضة والشغل والتعب ما بيسوالك. معك حق، المقشة والممسحة والسطل بتلاقيهم بالحمام. شبك جميل رح تطيرني، ليش عم تنفخ هيك؟ عم نفخ لأنه سليم نفخ راسي لفهم المسألة. رد أنا ولا بتردي أنتي؟ طبعاً أنا اللي بدي رد. إيه ردي. ألو؟ أهلين؟ أيوة؟ شو بدك منه؟ ليش ما بتقلي؟ لا هو مجرد سؤال. على كل إن هو ما بيقدر يروح لأنه أمه مريضة ونحن لازم نروح نشق عليها اليوم. تفضل احكي معه. مين؟ سمير. قلتي له أمي مرضانة؟ إيه. ألو، أهلين أبو سمرة. أهلين حبيب. لا لا ما في شيء، لا لا بسيطة إن شاء الله، يعني ركبها عم يجعوها، هذا الروماتيز هلكها. ها؟ لا خلص بكرة أبو سمرة، وعد. خلص لعيونك بكرة. لا يا رجل خلص بكرة ما تكلم، الله معك. في بكرة؟ الرجال عازمنا بده يرد العزيمة أنا ووسيم. إيه ما ضروري يردها. شلون يعني ما ضروري يردها؟ الرجال هيك حابب قل له لا ما بيصير تردها. ما ضروري تروح. شلون ما بدي روح؟ لا بدي روح. اليوم مرضت أمي، بكرة لمين بدك مرضي يعني؟ من غير ما تنتظر، من هلأ مريضة. مين؟ أنا يا سبيل. ليكي ليكي هنيك، ما وصلت ايدك لهنيك، لا امر عليكي يعني. انت حسين وين؟ هون. لا هنيك. هون. لك هنيك تحت الكنباية حشية. ايوه اطلع. يعطيكي العافية، ما كان في لزوم انت تعذبي حالك، انا لانه في مين يساعدني، مو انه ما في، لا في. طول النهار بيأمزوا بخلقتي، بالليل احيانا بيساعدوني، بليفوا لي الارض تليف، الله يرضى عليهم. لكن هذيك المرة انصدمت بلوعة الحمام، فات من اولها طلع باخر المطبخ، بالبلوعة صار تخدق خدق مرتبة كثير، مو هيك ولا؟ مين قال لك انا ام محمود اني تعبت؟ انا كثير بحب الشغل وبعتبره رياضة. طالما بتعتبريها رياضة، احمليها السطل وفوتي على اوضة النوم، اوام ام تحسين. يلا اسمها صارت وصارت. ايه تكرم عينك ام محمود، بس لحتى القط نفسي شوي. ما بيسوى ترتاحي هلا، لازم الرياضة تكون مستمرة مشان تستفيدي منها، بتعضلي بعدين. بس ارتخى بدنك ما بيعود بيصير لك مروة، تكملي. قومي قومي.
قومي لساعدك، هاتي ايدك، هلا بيطلي بدنك. يا الله تكرم عينك ام محمود. على راسي. وين وين رايحة؟ ما قلتي لي بدك امسح لك اوضه النوم؟ انتي صادقة، انا قلت لما بدك تعملي رياضة بأوضة النوم، بس قبل الرياضة لازم تتغير مية السطل، مو هيك؟ حاضر حاضر محمود. يلا حبيبتي اوان. رد انا ولا تردي انتي؟ تعرض انت. شكرا كثير على الثقة. اهلا وسهلا. شو امتى تطوعتي؟ سخن. الو. اهلين 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 وسهلين، اشتقنا لكم. كيفكم؟ لا والله ليش ما عاد بينتوا لعنا؟ لا زعلان منكم انا. لا ولا يمك، لا لا اعوذ بالله ما بزعل منكم، بزعل الدنيا كلها وما بزعلكم. ايه. الو. اهلين اهلين مها. لا ماني معصبة ولا شيء، بس راسي عم يوجعني شوي. امتى؟ اليوم؟ ما بدي ولا بكرة. لا بكرة رايحين لبيت حماي زيارة، صرنا زمان ما شقينا عليهم. خلص مها بشوفك بكرة بالشغل بنحكي، ماشي؟ مع السلامة. خير هنا؟ مها قالت لك شيء زعجي؟ لا انت اللي قلت. انا شو قلت؟ ما حكيت شيء. فيك تفهمني شو الزوم طق الحنك اللي ماله طعمه؟ انو طق حنك؟ شلونكم؟ شو اخباركم؟ صار زمان ما شفناكم، زعلان؟ لا 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 لا، مزعل الدنيا كلها ولا بزعلكم، شو بتسمي هالحكي؟ شلون بتحكي هيك مع رفقاتي؟ افترض رفيقتي كان جوزها قاعد جنبها وبيغار وسمع هذا الحكي، شو بيعمل فيك؟ هلا نعيم اللي بيغار ولا حضرتك اللي بتغاري؟ شبك؟ شو صاير لك شبك؟ بترجاك جميل، من يوم رايح لبا تاخذ وتعطي مع رفقاتي عم تسبب لي احراجات. حيرتيني هلا. حيرتيني شلون بدي اتعامل معك ومع رفقاتك؟ لما كنت معقد وما اعرف احكي كلمتين على بعضهم كنت سبب لك احراجات مع رفقاتي، هلا لما انطلع لساني وانفكت عقدتي كمان عم سبب لك احراجات. حيرتني يا اقرع، منين بدي صرحك؟ اقرع؟ انت استفل برفقاتك وترك رفقاتي بحالهم، لا تحاكيهم بنوم. حاضر. تأمري هنا خانم. شو كان بدها منك مها؟ بدها اياني روح زياره. وليش ما وافقتي؟ كنتي روحي بتغيري جوهم. روحي. ليش بدك يعني روح؟ بدك تقلعني من البيت مشان يضلك الجو مع هديك او تجيبها لهون بغيابي، ما هيك؟ علقت عن جد. انت حسين شو صار لك؟ عصيتي بالمطبخ؟ يلا يلا جاي ام محمود. عجلي. هاي مسحت لك المطبخ وجريت الصحون ورتبت الطاوله، في شيء ثاني؟ لا حاجتك رياضه اليوم، بكره بتكملي. شفتي ما عدتي دبه، واذا بتضلي على هالحاله كل يوم ساعتين رياضه بظرف شهر بتذوبي كل هالشحم الزايد اللي عندك وبصير جسمك سمبتيك. شهرين رخار ما بيصفى منك شيء. يا ريت انا اقدر اعمل رياضه مثلك، كنت ما وقفت بنوم. بس يا حسره الدكاتره ما نعيني، شنو معي القلب انا. ايه الله يشفيك يا رب. شو بدي اقول ام محمود، حنفيه المطبخ منزوعه وعم بتشر. بعرف، ما قلت لك معوض غير لي جلده الحنفيه؟ شو بدي اقول لك ام محمود، انا بدي اطلع طعمي امجد واغيد، هلا بيكونوا خربطوا الدنيا. ما بدي اوصيك ام محمود. بشو؟ بال50,000 تبع البسطه. ايه مو تكرم عينك، من العين هي قبل هي. انا بعرف فرصه بطلع لعندك بهتف له لابني على خور فكان، شنو انت عندك صفر؟ ما عندي انا صفر، بقول له يبعث لي الي ولك. الله يخلي لنا اياك يا ام محمود ويشفيك ويعافيك ويقومك من العمليه بالسلامه يا رب. يلا خاطرك ام محمود. مع السلامه. امانه ام محمود اذا عتستي شيء لا تستحي، فورا اهتفي لي تليفون وبنزل لعندك كرش ان شاء الله. ام تحسين. نعم. ما قلتي لي شو بدك تطبخي بكره؟ عشاء ام محمود، عشاء. صحتين وهنا. اي مو تكرم عينك يا ام محمود، رح احسب حسابك بكم قرص الدواء اليوم. لا تكتريون انت ام تحسين، 10-15-20 قرص الدواء يعني بس. لك تكرم عينك، على راسي من فوق. لا تبعتيهم باردين، بحب العجه سخنه انا. لا رح اجيب لك اياهم من على المقلايه، من الغلوه للكلوه. اي بلاها بلاها بلا ما تعذبي، يلا بلا بلا بلا. لا ام محمود شو عذاب، انا عذاب لك؟ عذابك راحه، ببعث لك اياهم مع سهام. اذا مع سهام معلش.
يلا بخاطرك. مع السلامة. خذي الباب بخلقتي بوشك ام تحسين. صدقت اخذت الباب بوشك. قال بدها تدين 50,000. قال مو دين يا ريت دين. قال اعطيها 50,000 مو ليبعت لي ابني اللي بخور فكان. تبقي قابليني يا اختي. جميل وين رايح؟ لا ما في شيء بس عم شم شوية هواء. ايه فوت وسكر الباب وراك لشوف. يلا فوت. فوت جميل فوت. بعد عن الشباك سكر البرداي لشوف. تعال هون. انه بقدر شو حبيبي؟ بقدر فوت على ايه حبيبي فوت شو هالحكي؟ هي بدها سؤال. شكرا. بس لا تطول حتى بلاها. فعلا بلاها. لشو؟ يا لطيف شو نسينا؟ شو نسينا؟ لك نسينا نروح لعند رفيقتك سناء. صارت جاي لعنا شي مرتين ثلاثة ما حلوة. خلينا نروح عندها. ما بدي روح. وبعدين انا ماني نسياني. ليش؟ بس هي قعدتها حلوة وهي لطيفة يعني. مشان هيك ما بدي روح. جميل. بتزعل بعدين. تزعل تنفلي. بتزعل معنا مو مشاني. مشانك انا. يكبر شانك. قاعد بجرو. كمان بلا. طيب هنو يعني لعند رفقاتي ما بتخليني روح. اتعشى انا وياه ما بتخليني روح. وانتي لعند رفيقتك ما بدك تروحي. ولعند سناء ما بدك تاخدينا. شو بدنا نعمل بالبيت؟ مثل ما بتعمل العالم. نقعد تفرج على التلفزيون. ما في شي حلو بالتلفزيون. شو رأيك نلعب بالشدة؟ تعطى. ايه بجيبها. لشوف لعبيك. بس انا ما بلعب هيك على دود. بلعب على شرط. شو الشرط؟ ليش كتير واثق من حالك انه رح تربح؟ ايه هلا بتشوفي. يلا من شو لشو؟ قول انت. لا قولي انت بالاول. لا قول انت. اسمعي لقلك. اذا غلبتك بروح بكرة مع سمير ووسيم. واذا غلبتيني بتاخديني لعن سناء. ما حسنت. طيب انت قولي شو الشرط. انا بقول لك. ايه اللي بيخسر. ايه اللي بيخسر. اللي بيخسر بيساوي شاي. هذا هو الشرط. شو ما عجبك؟ يلا ماشي الحال. كاسه شاي من تحدياتك احسن من بلا. فت لشو. يلا ما زال اسمي تريانتي. عليك. طيب يلا. ايوه ما تغشي بس. ايوه. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 بشوف هذيك تساوي شاي مثل ما. شو جميل طلعوا الشباب كلهم معاه. لا البنات مو بس بالدنيا كمان بالشدة لاحقيني. ورجيني لشوف. ليكن ها. بطلت العام معكم سعدية بنت المسعود. ما بفرجيك يا انا. ماشي عرفت مين انا. افتح جميل. صار لي ساعة عم بصر وما عم تفتح. مو الشدة الباب صار له ساعة عم يدق. طيب. طلع لي بنت. يلا. اهلين محمود. شو الحنفية لساتها عم تشم؟ بعد هيك من طريقة الثاني وانا مرتاح. شوفي ام محمود اذا جاي لتاخدي جميل مشان شي شغله دوري على جار تاني. لا جاي اخذ مصرياتي اللي نصبت فيهم علي. انو مصاري؟ 100,000 نسيتيهم اوان؟ ايه مو انا اللي اخذتهم. هذا الجن الازرق اللي اخذهم. علي بنا قلتي لي الجن الاصفر.
أنا قلت لك جن الأصفار؟ إيه مظبوط الجن الأصفار، أنا رحت لأعطيه المصاري بس ما لقيته، دورت عليه ما في فايدة، طلع بوشي الجن الأزرق، قمت أعطيته المصاري، الجن الأزرق أخوه للجن الأصفر اللزم من أمه وأبوه. مو مظبوط، أنا سألته شنو للبردقاني وقال لي غير هيك. كذاب، أنا أعطيته للجن الأزرق. بإيديك؟ لا، عن طريق الأستاذ سعدان. ومنو هذا السعدان؟ الوسيط، اللي بيحكي مع الجن وبيحاكوا. بس الجن البردقاني قال لي ما بعرف لا السعدان ولا الاردان. وانت شلون قابلتي جن البردقاني لحتى حكى لك هالحكي؟ مثل ما انت قابلتي اخو الازرق. انا ما قابلت حدا، هذا السعدان هو اللي بيتصل فيهم. شوفي هنا، سعدان، اردان، جن اصفر، كحلي، بردقاني، بنفسجي ما بعرف، انا بدي مصرياتي. ومنين بدي اجيب لك اياهم؟ شوفي هنا، معي خمس دقايق، يا بتعطيني مصريات اللي بترجعي لي اياهم على دوز بقرة، يا اما بتصل بالشرطة انا يا هلا. لا، شو شرطة ما شرطة، عيب محمود، نحن اهل شو هالحكي، هلا بنعطيكي مصاريكي. هلا بدي مصرياتي انا. خلص بنعطيكي اياهم، قومي اعطيها اياهم. هلا هلا ها. لا خلص هلا بنعطيكي اياهم. بتصل. لا لا اتصلي، خلص حطي السماعة. سكر يعني؟ بدك سكري. هاتوا لي مصرياتي. بنعطيكي اياهم، قومي جيبي لها المصاري. ابو طارق بالمديرية انتو عندكم وقت بتنتزع حنفية شو بتعملوا؟ في عنا ورشة خاصة بتصلحها. ابو طارق اذا ما بصير سئلة لك كان وقت بده يجي تبعت لي اياه يصلح لي الحنفية يجيب لي واحدة جديدة بالمرة، احسن ما كل يوم والثالث تشر. تكرم عينك، شو نوع الحنفية اللي بتحبيها؟ بدي من هي اللي بتفتلها هيك على اليمين بتنزل مي سخنة، بتفتلها هيك على الشمال بتنزل مي باردة. ايه هي شغلة هلا. شو صار معك؟ خديم محمود من يوم راح لما تورجيني وشك. الله معك. يلا ايه استني انا بدي عدهم للمصاري. ايه عديهم بدايتك. الله معك. ايه انا شو عم تقلعيني تقليع انتي؟ عيب عليك، استحي. جميل ابن عمي حبيبي انت، لا تنسى مثل ما اتفقنا بكره. على شو اتفقتوا بكره؟ الله وكيلك بشال الحنفية. ايه صلحنا اياها ان شاء الله بتشر وبتغرقها. انا اخذت من جيبتك 5000 ليرة لكم من 100,000. ليه؟ بالناقص من هيك جيران، هالجيران هاد. 100,000 تسوى 1000 جار. طاش فيران ولا هالجيران. روحي فارة، يلا امشي قدامي. تعي فارة، عيني حمارة. تعي. تعي ساعديني شوي بعد المصاري. 50 مزبوط. 50 الثانية مزبوط. 50 و50 صاروا 100. بعد هي خلاص. أوه إجري. بعدي. ما بدي حطهم هلا. ما لي مروة يطلع عصيفة حطهم. ليش مالك مروة دبي؟ قومي حطيها على عصيفة تروحي قتل. قومي ليش مالك مروة؟ إيه ليك مروة؟ امشي منه بحطهم ومنه بتطمن على اخواتي. وين لاحقيني؟ روحوا روحوا. ليك الفستان لابسته ما احلاها، وقبل شوي مرقت وحده كمان لابسه فستان بيطير عن هي الفساتين كلها بدي اشتري لك مثلها انا. ما بدي ولا فستان منهم، اللي عندي بكفيني. ليك ليك يا الحلا، ليك سنانها يخزل العين عنا، ليك تفصيله قبه الفستان مو مبينه بس ليه؟ ليه طفيتيه؟ شغله الفساتين مو شغلتك، شغله النسوان. لك عم تفرج على الموضه. عم تفرج على الموضه ولا على اللي عم يعرضوا الموضه؟ على اثنين سوا. شبكي لا تكوني غيراني. ها اوعك انه مالك حق تغاري، هذا كله تلفزيون يعني، هذا خيال بخيال، ما بيصير تغاري منه. شو مجنونه انت؟ صحيح هو خيال بخيال، بس اذا ضليت تطلع عليهم بينطبعوا بخيالك، بتصير بتدور عليهم بالحقيقه. هيك قلتك؟ ايه هيك قلتي. شوفي هنا طاش حجري. ها انا مالي متعود على القعده غصبا عني، ده خلقي يعني، بشو بدي اتسلى؟ بشو بدي غير جو؟ اعتبر انه ما عندنا تلفزيون معطل، خلينا نتسلى بأي شغلة. مثل شو؟ حي الله.
شو حي الله؟ اعطيني مثال مثل شو؟ هلا انت جميل، مو لساتك بتحبني؟ طبعا، ليش عم تسالي السؤال؟ مشان تسايرني مثل ما كنت تسايرني بايام الخطبة. ما بيمشي الحال. ليه؟ لأنه ما بيمشي الحال. ظروفنا وقت كنا مخطوبين شكل وهلا ظروفنا شكل، يعني صار عنا بيت ومسؤوليات. معناتها بطلت تحبني؟ بالعكس، أنا هنو هلا بحبك أكثر من الأول، بس بشكل تاني، بحلة جديدة، بأسلوب تاني. شلون يعني؟ بتذكر مرة سألتك نفس السؤال، بتعرفي شو جاوبتيني يا هلا خانوم؟ قلتي لي إنه الواحد مع مرور الزمن بتختلف وسائل تعبيره عن الحب، بتتذكري هيك حكي؟ وسائل مثل شو؟ يعني لما بلبي لك كل طلباتك بكون بحبك، لما بثق فيكي بكون بحبك، لما ما بسألك وين عم تروحي وين عم تجي بكون بحبك، لما ما بدقق معك بكون بحبك، هذا هو حكيك ولا نسيتي؟ هلا كل ما بدي اقول لك على شغله بتذكرني باللي قلته واللي سويته وخلصنا بقى. ايه طولي بالك طولي بالك، بس لأتذكر شو كنت حاكيك ايام الخطبه، شو كنت الا يا ربي ما عاد بدي اسمع.